جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألكم شيخ صالح عن حكم من يؤخر الصلاة عن وقتها، جزاكم الله خيرا. من يؤخر الصلاة عن وقتها من غير عذر إنها لا تصح منه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا مؤقتا بأوقات حددها الله جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إخراجها عن هذه المواقيت إلا بعذر شرعي، فمن أخرجها عن وقتها من غير عذر فإنه مضيع له. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات سوف يلقون غيا إلا من تاب. ومعنى أضاعوها أخروها عن وقتها من غير عذر، ليس معناها أنهم تركوها بالكلية، لأن من ترك الصلاة بالكلية فهو كافر. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ومعنى الآية أنهم يؤخرونها عن وقتها. وقال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. ومعنى فاتته صلاة العصر أي أخرجها عن وقتها من غير عذر شرعي، فالمراد بفوات صلاة العصر فوات وقتها، كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله غيره من أهل العلم. نعم.